ودلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. وزير الرياضة يستعرض تطورات ملاعب مونديال اليد. اتحاد كرة اليد يقرر زيادة عدد الناشئين في دوري المحترفين. وإصابة أحمد هشام لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي. عمر عصر يقترب من الدوري الفرنسي لتنس الطاولة. ومصر تشارك في أول اجتماع للأولمبياد الخاص. اتحاد كرة السلة التونسي يعدل لائحة المحترفين. وأخيرا رابطة دوري كرة السلة الأمريكي ترفض التوقف خلال أولمبياد طوكيو.